أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز استعمال الخريف فراسا ونحو ذلك؟ وهل يجوز استعمال الفضة للرجال في غير الخاتم؟ أما الخريف فلا يجوز استعماله فراسا لا للرجال ولا للنساء. ما يجوز استعمال الحرير فراشا او مسانيد او مقاعد في السياره او في غيرها لا للرجال ولا للنساء، انما اضيف لبس الحرير للنساء. واما جعله فرسا هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. واما الفضه فيباع للرجل خاتم الفضه يباح للرجل خاتم الفضة ويباح له تحلية المنطقة وهي الحجاب الذي يحجم به الرجل، يجوز أن تكون محلاة بالفضة. وكذلك السلاح يكون فيه جرثة من الفضة لا بد من ذلك.